مفيش ابدا احسن من انك تفصل وتشحن طاقتك وترجع فريش، ودي الفكره اللي عملتها ضيفتنا اللي معانا في فقرتنا منورانا في الاستوديو، لايف كوتش نسمه خضر، واللي قررت انها تنظم رحلات سفر للستات والبنات وبس، علشان يقدروا يغيروا من طاقتهم وتخليهم يفصلوا من ضغوطات الحياه والمشاكل اللي ممكن يكونوا بيتعرضوا لها، ويلموا بعض كده ويكونوا مع بعض براحتهم من غير ما يكون في مشاكل، حاسين بامان وحاسين بونس وكمان مبسوطين مع بعض. هنعرف بقى منها ازاي هي عملت كده والفكره جات لها منين، وكمان هتكلمنا عن فوائد السفر والرحلات اللي بتعملها، وكمان هتحكي لنا عن تجربتها الشخصيه اللي مرت بيها وكانت دافع ليها في التغيير ده، وازاي ست او اي ست بعد الانفصال تقدر تبتدي حياتها من جديد وما تقفش حياتها عند الفتره اللي انفصلت فيها. اهلا وسهلا بيك يا نسمه، مبسوطين بوجودك معانا. في اهلا بيكي، انا المبسوطه. مبسوطين بوجودك معانا قوي قوي يا نسمه، وانا ونور اصلا متفقين ان احنا اول رحله طالعينها معاكي. يا ريت. ايوه اوعي تسيبينا. لا هاخدكم معايا لازم. فكره السفر جات لك ازاي وامتى قررتي تعملي ده؟ بصي انا بحب السفر جدا، السفر بيغير كل حاجه في حياتنا اصلا، بيغير. أيوة. روحنا كده، وكانك بتجددي دمك كل شويه. عشان تقدري تعيشي وتواجهي الحاجات، لان الحياه اصلا صعبه اوريدي يعني، وخصوصا ان احنا عايشين في العاصمه، فتحتاجي دايما تغيري جو وكده. صح. فلما لقيت تاثير السفر عليا انا وسبشلي بعد ما انفصلت وبعد ما بقى ليا الكارير بتاعي وضغوط الحياه كتير، حسيت ان السفر ده لازم كل الستات تعمله. بس هو مش اسهل حاجه هنا، مش اسهل حاجه في مصر، ان الست تسافر لوحدها مش معروف قوي ومش حاجه سهله. ممكن يكون عندهم حق كمان، لان مفيش صحبه امانه، مفيش ناس تتجمع مع بعض. في ستات بيبقوا عايزين يسافروا بس مش عايزين حد يكون عارفهم عشان يطلعوا من المود، وتش ده احسن انك تطلعي في حته مش ناس كتير تعرفك، ده اكتر حاجه بتخليكي تغيري كل حاجه جواكي. صح. وبتتعرضي كمان لتجارب اكتر بكتير. فمن هنا جت الفكره ان ليه لا، انا اوريدي الناس اللي عندي متابعيني كلهم اغلبهم ستات، اغلبهم تعبانين في حياتهم بطريقه او باخرى وبيشوفوا نفسهم فيا الحمد لله، ودي حاجه انا عايزه اقول ان انا فخوره بيها جدا. فحبيت ان انا اطلع معاهم سفريات. جربت اول مره الفيوم، مش عايزه اقول لك، واحنا في الباص ما طلعناش من الباركينج، هم اتصاحبوا كلهم، هم اكيد سامعيني وبحبوكوا كلكم، بحبهم بجد جدا جدا وبقوا صحابي كلهم. ستات بقى لا بجد هايلين. لا مش اي ستات، هو التوليفه كده عارفه، طالعين كلهم بستو. محتاجين بالزبط. نفس الحاجه وكلهم بالزبط. طالعين لنفس الهدف، فتحسي ان هم ارواحهم اتلاقت كده مع بعض، طالعين يتبسطوا ومتاكدين ان مفيش حاجه هتعكر الموضوع ده، كلنا زي بعض، كلنا في نفس الحال، كلنا بنحب بعض، كلنا عايزين نتبسط. فكانت بصراحه كانت تجربه خطيره. اول رحله طلعنا مع بعض كان في شهر 8 اللي فات، ده كانت الفيوم. انتوا بتسافروا جوه مصر بس ولا بتسافروا بقى بره مصر كمان؟ سافرنا بره مصر تركيا. طب احكي لي برضو على، وان شاء الله المره الجايه هتبقى لبنان. كانت سهله ولا كانت صعبه فكره ان انت برضو تبقي انت اللي مسؤوله عن جروب من الستات، وانت عارفه ان الستات اكيد طلباتها كتير وبتبقى عايزه يعني شويه حاجات كده زياده شويه، بتعملي ده ازاي؟ اكيد مش انا اللي ببقى مسؤوله. أوه. انا ببقى رايحه اتبسط معاهم زيهم، نبقى قاعدين مع بعض، نرغي نتكلم كده، نتفسح مع بعض. بيبقى معايا ناس بتبقى مسؤوله على التنظيمات، لان الموضوع ده مش اسهل حاجه. أوكي. بس الحمد لله تقريبا ما قابلناش اي مشكله كبيره، غير يعني قابلنا مشكله مره من حد بس الحمد لله اتحلت واتظبطت وخلاص، والستات اصلا فهما تفاعلوا معانا وصلحوا الدنيا معانا وبقوا اصحاب وتمام. فالحمد لله ما حصلتش حاجه قبل كده تخليني احس ان في ازمه، بس في طبعا ناس بتنظم سبيشلي بره مصر يعني. اشمعنا بقى الستات بس؟ لا ده انت كده محتاجه تبصي على الكونتنت بتاعي بقى. لا ليه، الرجاله حبايبنا طبعا، مفيش حاجه. حبايبنا قوي. يعني انا مش هتكلم، انا اصلا شهادتي مجروحه جدا، فعمري ما هتكلم في الموضوع. شهادتي مجروحه وتقطر دما. اي حد يفتح الاكونت هيعرف على طول. اشمعنى الستات؟ لاسباب كتير. اولا لان الست، انا بشوف ان الست محتاجه تنور عشان تنور، يعني محتاجه تنور نفسها، مش حد ينورها، تنور نفسها عشان تنور للي حواليها. الله عليك. ايوه بقى، هو ده الكلام اللي احنا بنقوله كل يوم يا ست الكل. صح. نوري نفسك واهتمي بنفسك زي ما بتقولي، ودي مش انانيه. لا 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 لا، لحسن في امهات كتير يعني بجد يعني شايفين البدع يعني، وبتروح شغلها وبتعمل في البيت وبت
تخسر طاقة ومجهود كبير جدا جدا، ويوم ما تيجي تفرج عن نفسها شوية ولا تخرج خروجة تحس بالذنب كده. قولي لهم حاجة، يعني أي حد عشان يعرف يدي لازم ياخد، صح ولا لأ؟ صح. المفروض إن الست تاخد عشان تقدر تدي للي حواليها، لأن هي مهما قلنا هي العامل الأكبر في كل بيت، هي اللي بتعمل كل حاجة تقريبا دلوقتي. صح. كمان يعني الرجالة مش بيشيلوا قوي صراحة مسؤولية دلوقتي في البيت، فالست كمان بتشتغل بره وجوه. مش كلهم نقول بعضهم؟ لا لا طبعا بعضهم. اكيد ما بنعممش، لا اكيد ما بنعممش، بس بقول لك الاغلب ان الرجاله ما بتشيلش قوي في البيت، يعني طبعا بتشيل بره البيت وطبعا بتشوف حاجات كتير صعبه في الطريق وكل بزبط حاجه بزبط. لكن انا بتكلم جوه البيت. فالست بتشتغل بره وجوه، وكمان مش مسموح لها انها تاخد نفس. ما ينفعش. ليه بقى؟ اقول لك ما ينفعش، لان هي في الاخر هي بتربي مين؟ بتربي الجيل الجديد. صح. هتربيه ازاي وهي على طول على اعصابها، على طول محروقه؟ فاهمين قصدي؟ سبيشلي كمان عايزه اقول لكم ان فكره التضحيه دي مش انسب حل خالص، لان الست اللي بتضحي كتير هي بعد شويه بتربي جيل عنده مشاكل كبيره جدا، مش مشاكل عاديه. أكيد. ايوه طبعا اكيد. لان هم هيبقوا كمان خايفين يدوا اولادهم كتير، فبيبقوا اصلا مش عايزين يتجوزوا، ولو اتجوزوا بيحسوا ان هم مقهورين، يا اما يحسوا ان هم يعملوا كده فيدمروا بيتهم من شكل، يعني بصي الدنيا بتبوظ خالص. شايفين موديل مش حلو طبعا، بيخافوا ان هم يدخلوا فيه، يا اما بيتحولوا زيه فبتبقى كارثه ثانيه. وبس. طيب انت اكتر الفئات العمريه اللي ممكن تكون بتطلع معاكي؟ هفاجئك. قولي لي. هفاجئك. انا طلع معايا على فكره، احنا في ايام بقى في رحلات بتبقى مع اطفال، يعني الستات واطفالهم، لان برضو ساعات بيبقوا عايزين يعملوا بوندنج مع بعض. بالظبط. فبتبقى حلوه قوي، وانا طلعت باولادي كمان. بصي في الرحلات اللي هي بتاعت الكبار ابتدينا من سن 16 ل 60 وبيبقوا مع بعض عادي، واقول لك حاجه، الله، بيطلعوا كانهم ام وبنتها، ودي اللي انا اتفاجئت بقى فعلا فيها. حلوه قوي ده. لعلمك انا الاعمار دي انا بلاقي نفسي معاهم. ستات كبار. طب استفيد من خبره كنت مش عاديه وتجارب كتير قوي في الحياه. لا وبعدين يعني مثلا انا مش هنسى مثلا لقيت من المواقف اللي لقيتها مثلا واحده عندها 40 او 42 سنه وحاضنه بنوته عندها 19 سنه قاعدين في كورنر كده قاعدين بيرغوا خلاص ومبسوطين وبيحكوا كل حاجه. وعايزه اقول لك ان كل سفريه بقى طالع منها شله اصحاب، مفيش عيد ميلاد بيفوتوه طبعا، وفي جروب كبير ليهم كلهم. مفيش عيد ميلاد بيفوتوه لبعض، مفيش خروجه بيفوتوها، كل المناسبات مع بعض. واحده اتطلقت من قريب كان كلهم سند ليها. وانا على قد ما بقدر ببقى معاهم في الجروبس في التجمعات والخروجات، طبعا مش على طول. هو يا نسمة تكون اتطلقت بسببكم وجوزها قال لها انت الستات اللي مهمومة عليهم وعمالين تسافروا وتروحوا وتيجوا؟ لا لا والله، عشان بس على فكره انت فكرتيني بحاجه تحفه. اخر سفريه في وادي الريان كنا قاعدين بنتكلم كلنا مع بعض بالليل وكده، بنعمل شيت شات كده بالليل مع بعض واغاني وبتاع، وكده اخر يوم لقيت واحده بتقول لي، بجد مش بنساها، يا رب تكون سامعيني، يعني انا بحبك قوي، قالت ان هي كانت ناويه تتطلق، ولما جت وسمعت من الستات مشاكلهم شافت ان مشكله جوزها اقل بكتير، فمش هتتطلق. مش هتتطلق، وبالعكس بتحاول تصالح. اللي يشوف بلاوي الناس تهون عليه بلاوي. حقيقي، لان الستات لما بتجتمع مع بعض بتسمع كل حاجه، فاهمه؟ ف عندنا اماكن كتير قوي حلوه في مصر. طبعا طبعا. قولي لنا ايه هي واحكي لنا عنها، ورحتوها ولا لا، وعاملين بلان ليها ولا ايه النظام بالظبط؟ بصي احنا ما رحناش غير الفيوم ووادي ريان وتركيا. اوكي. المفروض في الخطه لبنان، لان انا لبنان كده واخده قلبي من زمان. جميله. بحبها جدا، وفيها اماكن يعني اندر ريتد جدا جدا وما حدش تقريبا بيتكلم عنها. في مصر بفكر في مرسى علم، بفكر في راس شيطان، النويبع، دهب، الواحات. الواحات خطيره، بس انا الطريق بتاعها يعني متعب جدا بالنسبه لي، عشان انا كمان بتعب في الطريق، بس هي طبعا خطيره. الواحات دي دنيا تانية خالص. الفيوم اصلا نفسها جواها حتت كتير جدا تحفه، يعني احنا وادي ريان كنا بنعمل ساند بوردنج، بنشوي تحت الارض، فاهمه؟ في اكتيفيتيز كتير قوي بتتعمل فيها. قريه تونس زرتوا؟ اكيد. قريه تونس طبعا خطيره، بس احنا الاوتيل اللي رحناه في الفيوم كان بعد قريه تونس بشويه. بس اسوان معاكم في الخطه؟ نفسي نفسي، واتطلبت كتير قوي، والستات على فكره هتتبسط جدا جدا في أسوان. جدا. ولو كروز كمان، الكروز خطيره برضه، بس هي المشكله في اسوان ليها وقت معين قوي، فعشان تظبطيها بتحدد. ايوه احنا بدانا الدنيا بقت تبقى حر شويه. لا خلاص بقى، خلاص اسوان ممكن خلاص. على الشتاء يعني ممكن مثلا شهر 11 هتبقى كويسه جدا جدا ان شاء الله. انتوا شوفوا عايزين تطلعوا فين وانا اظبطه معاكم على طول. هو ده اللي انا عايز اسالك عليه. التظبيط بين الستات وبعضها، بتتفقوا على المكان فيكسد بقى خلاص احنا طالعين الفيوم، ولا هي بتبقى احنا عندنا رحله الفيوم اللي عايز يكون معانا؟ لا انا هقول لك، انا ببقى انا رايحه،
اللي عايز يجي معايا تعالى. يعني هو قرار، قرار وحياتي الاول احنا رايحه الفيوم عشان اعرف اظبط لهم مكان يكون امن ويكون الناس اللي فيه. لازم ابصي انا ما بطلعهمش في حته ما كنتش انا قعدت فيها قبل كده على الاقل 5 ايام. ابقى جربت كل الفاسيلتيز بتاعتها، جربت الناس اللي جواها، خلاص اتصاحبت على العاملين في المكان. كل ده بعد كده افكر ان انا اخد ستات بس معايا اكيد. لازم يكون مكان امن يعني. فلا انا بختار انا المكان بس، وهم بيثقوا فيا الحمد يعني لله. قلتي راس علم، مرسى علم. مرسى علم، مرسى علم هي السفريه الجايه نور. جهزي، حضري شنطتك. السكه طويله قوي قوي. لا انا هجهز على فكره. انا جاهزه جدا. طب صدقيني انا هبعت لكم على الواتساب انتوا الاثنين. اول ما هطلع الرحله الجايه تيجوا معايا خلاص ان شاء الله. ودي هيكون فيها اطفال بقى ولا مش هيكون فيها اطفال؟ لا المره الجايه لا، يعني مرسى مش علم كتير قوي كده موضوع الاطفال ده، هي مره كل فين وفين يعني. نوما هنيئا للاطفال في البيت. كده بقى ميه اللي هتيجي معاكي انا هاجي معاكي. المره ما اعرفش اروح اي حته فيها ميه الا لما ابني يكون معايا. هو عارف، هو عارف الاماكن اللي فيها الميه وبيبقى مانع رجلي خالص ان انا اخش فيها الا بوجوده. لا نعملها له مخصوص. بتشوفي رجاله بقى بتضيق على ستاتها وهم في الرحلات اللي زي كده؟ بشوف وبشوف كمان بيتصلوا بيهم ويتخانقوا معاهم وينكدوا عليهم وما كانش ليه لازمه المشوار ده وانا قاعد بالعيال والحاجات دي. شفت كيسز قليله الصراحه. شفت حاجات تانية ان الراجل هو اللي بيدفع لها عشان تروح. وحصلت كذا مره بيدفع لها مفاجاه. هي دي بقى الرجاله الحلوه اللي عندها وعي، اللي عايزه مراته وتنجحش على فكره. بالظبط بالظبط. في الاخر كله في مصلحته هو. انا ببتسم ابتسامه خبيثه عشان كده. ايوه خدت بالي. هو بيفصل هو كمان على فكره. فلا يعني في وفي، زي ما كل حاجه في وفي. وبرده ممكن يكون الرجاله خايفين برده، مش اسهل حاجه عندنا. يمكن احنا بنغير فكر دلوقتي اصلا، فدي مش خايفين ولا منفسنين؟ لان احنا كده عامل رحله رجاله وستات بقى مع بعض عشان كل يجيب جوزه معاه. لا مش منافسين، اعتقد بيبقوا خايفين على مراتاتهم يعني. أكيد عندهم حق اكيد، خصوصا لو مش متعودين ان هم يسيبوا مراتهم يسافروا لوحدهم. دي حاجه مش خلي بالك. كمان انا بالنسبه للرجاله دول انا حد غريب ما يعرفونيش يعني. برضو فكره تطلعوا مع حد من السوشيال ميديا اكيد الموضوع غريب، معلش. لغايه لما يتعودوا هتبقى حاجه صعبه، بس في الاخر انا اللي طلعوا معايا كلهم مبسوطين وكلهم رجالتهم اغلبهم ما حصلش اي مشاكل الحمد لله، او ممكن يكون كلهم يعني. اكيد حصل مواقف طريفه وغريبه. طبعا لازم أكيد. تفتكر لنا بقى موقف او اتنين على الاقل. افتكر لكم، مش عارفه موقف غريب. اكتر موقف كانت غريبه كانت في الباص واحنا رايحين واحنا راجعين يعني، كانوا بيتصاحبوا. لا في موقف غريب. انا دايما هو زي بيبقوا محطتين يعني، في ناس من الناس اللي في وسط البلد وناس من شيخ زايد. الميتنج بوينتس. ايوه تمام. فانا اخر واحده، فاما طلعت لقيتهم واحده منهم قاعده وبتتكلم. انا متاكده ان دول ما يعرفوش بعض، بس لاقيها بتتكلم كانهم عارفين قصه حياتها كلها. فقول لها هو انت هم عارفينك من عارفين بعض من زمان؟ قالت لا. طب ما دي قصه، دي قصه ما ينفعش تحكيها لاختك اصلا، فاهمه؟ هو حاجه كده مأساويه. ولا انتوا بتتكلموا انتوا عرفتوا بعض ازاي؟ قالت لي لا، ما انا اول ما طلعت الباص حكيت لهم على كل حاجه. فهم جايين مستعدين وبجد موتتني من الضحك. فلا في موقف كتير بنلعب بقى حاجات باحكام مثلا. بنقعد نتكلم مع بعض ساعات. مره سبتهم كانوا قاعدين بيضحكوا ودخلت نمت، قلت الحمد لله ما كويسين بقى، ودخلت طلعت نمت. بعدها بنص ساعه لسه نزلت اجيب حاجه لقيتهم منهارين كلهم في العياط بيواسوا بعض. وتاني يوم الصبح تقريبا حد فيهم حكى قصته فكله عيط وحكى قصصه. صحيوا الصبح عايز اقول لك بنرقص، فتحنا اغاني ورقص ومبسوطين فضفضوا طلعوا كل حاجه. ما انت عشان تدخلي حاجه حلوه طلعي الوحشه. فده اللي حصل. فبس فاكره المشهد بتاع زغراته يا ستات يا مجبوته قوي. انا بشوفه انا والله العظيم وانت بتتكلمي انا حاسه ان انا شايفه نجم محمد هنيدي هو لابس نوسه وبيقول ان سبيشلي. عارفه بشوفه امتى؟ لما يكون في بول في المكان اللي احنا رايحينه. احنا كمان بمشي الرجاله، بمشي الرجاله العاملين في المكان طبعا خالص بره الاوتيل. فبيبقى كله بقى فاهمه ليديز بول طبعا. لا ليديز اوتيل كامل. واغاني وكده. بصي طاقات متفجره، كله بيغني وبيرقص بقى. فحاجه غيرت فيكي ايه بقى التجربه دي؟ شخصيتك؟ لا غيرت فيا كتير. السفر غير فيا كتير قوي. السفر اصلا بيعلمك تعتمدي على نفسك في كل حاجه في الدنيا يعني. اولا بيوريكي حتت في شخصيتك انت حقيقي ما كنتيش تعرفيها. يعني انا قبل السفريه، انا اللي خلاني اصلا اعمل احب السفر قوي كده، انا بعد ما انفصلت سافرت تركيا لوحدي خالص، وقلت للناس كلها انا مسافره لوحدي ومش رايحه مع حد يعني، مش رايحه مع شركه، مش وحدي وما بتكلمش تركي اكيد. هم بيكلموش انجلش كمان ولا عربي. وسافرت قعدت 6 ايام، كل يوم في دول لو اقول لك غير في شخصيتي توتالي مش هتصدقين. كل حاجه زي ايه؟ او بتعتمدي على نفسك ازاي، بتعرفي تظبطي امورك ازاي في بلد اصلا ما حدش يعرفك فيها. انت بتقربي من نفسك
بطريقه معينه ان مفيش حد حواليكي بيشتتك، مفيش ناس تعرفيهم اصلا، فانت ما بتتكلميش مع حد، انت بينك وبين نفسك رايحه رحله انك تعرفي نفسك، فاهمه؟ رحله لجواكي مش رحله لبراكي. غير بقى بتعرفي على ثقافات جديده، بتشوفي ناس بتتعامل مع بعض ازاي، كل حاجه، هي كل حاجه مختلفه. في ناس ساعات بتتعرف على نفسها من اول وجديد. ده حصل لي فعلا بالظبط، ما انا عشان كده بقول لك، هو وده اللي حصل مع ستات كتير من اللي معايا في رحلات، عرفوا نفسهم من اول وجديد. يعني بصي، الرحله في الاخر، السفر في الاخر، لو هتعملي عمرك ما بتطلعي خسرانه، ده رايي. عمرك عمرك حتى مهما صرفتي فلوس في السفر بره مصر ولا غير مصر، غير ولا جوه مصر، ما بتطلعيش خسرانه، دايما بتطلعي كسبانه حاجه معينه، بتطلعي شخصيتك كسبانها، يا اما ناس جديده، يا اما شوبينج. انا ماليش في الشوبينج، بكرهه فمعرفش. ايه بصي، في رحله تركيا بتعملي ايه؟ ما انت عملتي مع الستات في تركيا. انا سبتهم، هقول لك الحقيقه، في رحله تركيا او في يوم يومين كانوا شوبينج، كنت بسيبهم نفطر سوا ونتبسط وبتاع ونتصور ونلعب شويه، بعد كده يروحوا شوبينج وبعد كده يرجعوا لي يلاقوني قاعده بقى في اي حته. انا بحب قوي اتفرج على الاماكن الجديده، اروح على البحر كده، ما اقدرش شوبينج خالص صراحه. فهم عرفوا خلاص الايام اللي فيها شوبينج ناس ما بتتفسح وتجي لنا. وساعات بقى ناس تيجي تتفسح معايا كمان اللي ما بيحبوش الشوبينج. ف كده كده السفر ما بتطلعيش منه خسرانه، مستحيل. صح، ما بيجوش يقولك طيب يا نسمة رشح لنا مكان نعمل منه انت شوبينج كويس. برشح طبعا، لا انا عارفه كل حاجه لكن ما اروحش. يعني انت لفيتي اوريدي اللفه دي قبل كده؟ لفيت قبل كده وكمان سأله، وفي كان في معانا كذا ست بصراحه كانوا هايلين، يعني يا رب يكونوا سامعيننا، شاطرين جدا في الشوبينج ورايحين ديديكيتد للموضوع. فكانوا بياخدوا ايد الباقيين ويلا الشوبينج، وانا كنت بروح بقى على الاماكن السياحيه والاثار والمش عارفه ايه وكده اكتر. بس انت بتراهني اكتر على الانبساط والراحه النفسيه، وان الناس تبقى رايحه مع بعضها وهم مش عارفين بعض، فياخدوا راحتهم في الفضفضه، ياخدوا راحتهم انه يبقى جزء مثلا منه علاج نفسي. ده اللي انت مليون في المية بتركزي عليه اكتر. مليون في المية، جزء كبير منه علاج نفسي، فكره انك تبقي قاعده مع ناس. بصي مش هنضحك على بعض، وقت يعني جزء كبير قوي منهم بيبقى نفس الظروف الاجتماعيه او ظروف عامه، يعني لما بيقعدوا مع بعض بيحسوا بسبورت رهيب، وده اللي انا شفته بعد رحلات. انا بجد لما بينزلوا ستوري دلوقتي ما بيبقوا مع بعض، بدخل اقول لهم انا مش مصدقه ان انت لسه اصحاب، انا مش قادره اصدق ان انت، انا مبسوطه بيكوا، لان انا كده كده بكلمهم كلهم او بنبعت لبعض او كده، بس مش كل الاوقات طبعا بقدر ان انا، غالبا كلهم الناحيه الثانيه من القاهره، فمش على طول بقدر ان انا ابقى موجوده في كل التجمعات. انا هنا، ايوه احنا هنا على بلد المحبوب، احنا هنا فمش على طول ببقى قادره ان انا ابقى متجمعه معاهم كل الاوقات، بس على طول لازم يبقى عارفين عني وانا عارفه عنهم، وبحبهم جدا جدا كلهم. طب ساعات الواحد من اتفضلي. لا لا والله ابدا. ساعات الواحد في الرحلات اللي زي دي بيكتشف اصدقاء كده على كبر، يعني ممكن يكون خلال مشواره وحياته اللي فاتت كلها ما طلعش بولا صديق ولا صديقه، فانتي شايفه ان ده ممكن يكسبنا صداقات او يكون فرصه ان احنا نكسب علاقات انسانيه كويسه؟ طبعا طبعا. عايزه اقول لك ان انا قبل ما ابتدي في الموضوع ده كان في ستات كتير قوي بتبعت لي تقول لي اعملي جروب نخرج مع بعض. بس حسيت ان السفر هيخليهم يعرفوا بعض غصب عنهم من جوه، ما يبقاش محدش لابس وش، فاهمه قصدي؟ أيوة. خلاص عايشين مع بعض كام يوم. فطبعا بيطلعوا اصحاب، وعلى فكره ولو ما طلعوش اصحاب بيطلعوا عارفين هم مش عايزين ايه من الناس وعايزين ايه من الناس. يعني عارفين الشخصيات اللي بيحبوها والشخصيات اللي مش هيحبوها، لانهم عاشروا ناس كتير قوي في وقت صغير. بيقول لك لو عايزه تعرفي شخصيه حد كويس قوي سافري معاه. صح. وناس كتير قوي بتتصدم في اصحابها بعد سنين، يجوا في مره يسافروا مع بعض يخسروا بعض. على فكره انا ما بسافرش مع حد، انا بسافر مع، يعني بس طبعا كل اصحابي بموت فيهم، بس السفر بالذات مش مع اي حد، لان انت لو شخصيتك مش منفتحه ومتقبله راي وراي التاني، وانكوا ممكن تكمبرمايزي عشان تعرفي تكملي السفريه، هتبقى صعبه جدا. لو صاحبتك انانيه بيبان في السفر، صعب قوي في السفر، بيبقى صعب جدا. الحمد لله في السفريات اللي احنا بنعملها ما بنلاقيش حد كده غير شخصيتين في كل السفريات مثلا، وفي الاخر تعايشوا معانا واتبسطوا والدنيا كانت تمام. فمش طيب. مشكله كبيره. يعني انا كنت عايز اسالك، انت مش بتفكري يعني مثلا، او هل ده مثلا ممكن يكون عندك فعلا، انت عندك بروجرام للسفريه تحطي حاجه اساسيه، يبقى في مثلا مديتيشن تايم او مديتيشن، ده انا كاني قايله لك على اللي هيحصل. او مثلا هقول لك اللي هي التوكينج سيركل. بصي انا دلوقتي خلاص سيرتيفايد لايف كوتش وديفورس كوتش وريليشن شيب كوتش. الله. شفتي انا وانت طالعه معاكي ارياكي ازاي؟ بظبط دلوقتي، ودي حاجه يعني لسه حتى اصحابي واهلي ما يعرفوش، بظبط دلوقتي ريتريت للموضوع ده. حلو قوي. لاي حد متطلق
عايز يطلع من الأزمة بتاعت الطلاق هيطلع بسفر. أنا بقول لكم نسبة كبيرة جدا السفر بيفرق. فكمان مع بقى حد دارس أو فاهم التولز والإكسرسايزز والحاجات اللي ممكن يعملوها عشان يطلعوا من الجو ده، طبعا مديتيشن ويوجا يعني حاجات ليها علاقه بقى كمان باللي هم يعرفوا بعض، يعرفوا سوري شخصيتهم من جوه، يعملوا دايره كده طبعا. ان شاء الله حتى اللعبه اللي احنا كنا بنلعبها زمان زي الستاند اب وان هم يعرفوا شخصيتهم من جوه كمان بقى، احنا بنديهم حاجات عشان يعرفوا اكتر شخصيتهم جوه عامله ازاي، لان اللي بعد الطلاق الست والراجل بيبقوا زي واخده قلم على وشها كده مش فاهمه حاجه، فلازم تقرب من نفسها طبعا. ده انت اللي هيسافر معاكي هيستفيد منك من كل الجوانب. هتقولي له على اماكن الشوبينج وهتقعدي معاه تتكلمي معاه سواء كان في حاجه مشكله وهتفضفضوا مع بعض يعني بصي انا بحبهم وبحب السفر وبحب اتبسط مع ناس جديده قوي، دي حاجه حلوه. بس عايزاكي في الاخر كده بقى توجهي رساله للستات وللبنات اللي ما بيحبوش يسافروا واللي تقول لك السفر ده بهدله ومن خارج من دارة اقل مقدار والحاجات دي. هقول لها انت مفوته حاجه كبيره قوي على نفسك، ممكن ما تعجبكيش بس ممكن جدا تعجبك، فليه ما تجربيش؟ التجربه دي اهم حاجه في الدنيا، كل ما بتجربي حاجات جديده كل ما بتعرفي نفسك اكتر وبتعرفي انت بتحبي ايه وما بتحبيش ايه، فيا ريت تجربي دي احلى بكتير. تنفتح على الدنيا وتجرب حاجات مختلفه. طبعا طبعا. هنروح يا مي معاها؟ ايه هتروحي مرسى علم؟ انا رايحه انا حضرت الشنطه اصلا واحنا في الفاصل. لعلمك تعملي اكسبشن لطفل واحد. هاتي هاتي خلاص طب خلاص اوكي هاتي انا ينورني حبيبتي. نسمة بنشكرك حبيبتي، نورتينا واسعدتينا بوجودك معانا النهارده واديتينا امل كده انه لا ممكن الواحد يطلع من دوامه الحياه اللي هو فيها ويقدر ان هو يفصل كده ويعيش حياه سعيده ويعيش حياه جديده ويعمل صداقات فعلا ممكن يكون بعد 60 سنه. ايه المانع يعني وليه لا؟ طبعا لا مفيش مانع في الدنيا طول ما انت عايشه بتجربي حاجات جديده وبتعرفي ناس جديده. بجد احنا مبسوطين جدا جدا بوجودك معانا نسمه خضر، احنا استمتعنا باللقاء معاكي.